مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك وكمان الاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وعادتنا بنبدا بعناوين الحلقه. فريرا مهمه جديده. المعارون الامل الجديد. الجولة ال 18 أهداف بالجملة. إيهاب شعبان في ضيافة أخبرنا. أما موضوع حلقتنا النهاردة هو أهمية تحقيق نادي الزمالك للفوز أمام طلائع الجيش من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب. يا مساء الخير واهلا بيكم. اول حاجه عايزين نتكلم عليها في حلقتنا النهارده عنوانها امتى ندافع عن لاعبي الفريق. حقيقه احنا دايما بنشوف اراء مختلفه بالذات في هذا الملف، ولكن كل الكلام اللي بيحصل بيبقى دون النظر الى ما بين السطور. سطور ساعات بنقولها وبتكون انت بتبقى صعبه عليك بالذات كاعلامي زملكاوي، حقيقي ان هي فعلا بتبقى صعبه عليك، لان الاعلام الزملكاوي دايما هو السيف وهو الدرع اللي دايما بيدافع عن فريق نادي الزمالك. علشان كده مثلا تلاقي ان الاعلام الزملكاوي تيجي تسالني طب ما هو ايه علاقه انك انت بتدافع بيه انك انت بتنتقد؟ هقول لك عزيزي المشجع ان انتقاد لاعبي الزمالك مش دفاع. هقول لك انه لا، بالعكس، هو ان انا لما انتقد ده بالمناسبه هو اهم شكل من اشكال الدفاع. ليه؟ لان انا وقتها ببقى بديك انذار كده، بنور لك لمبه معينه كده، بقول لك من خلالها لا خلي بالك، خلي بالك انت محتاج شويه خطوط معينه تاخد بالك منها، محتاج ان انت تراجع نفسك كويس جدا، محتاج ان انا اقول لك بديك رساله تحذيريه، خلي بالك من اللي جاي. بقول لك ان في حاجه غلط. لما بننتقد اللعيبه في اي ماتش بنبقى عايزين نقول لهم خلي بالكم من اللي جاي، احنا عايزينكم تحافظوا على الصداره، عايزينكم تحافظوا على مستواكم. كلنا جماهير نادي الزمالك او اعلاميين نادي الزمالك، كل حد في الدنيا دي بيحب نادي الزمالك، محتاج ان هو يشوفه بالصوره بالمناسبه اللي احنا شفناها خلال شهر رمضان الكريم. لان انت بتتكلم عن نادي الزمالك، انت بتتكلم عن اكبر الانديه المصريه والعربيه والشرق الاوسط. لازم نفهم ان لما يبقى في خطا، لما بندافع الدفاع هنا مش بيبقى عن الخطا، وانما التصدي للخطا هو الدفاع في حد ذاته. هتيجوا تقولوا لي طب انت ليه بتقولي الكلام ده؟ لان تقريبا محدش فينا راضي عن الخساره اللي حصلت امام انبي 2-0 في افتتاح الدور الثاني. من شويه بقول لكم جرس انذار، هنا بقى كانت جرس انذار للفريق، بنحذر كل اللعيبه خدوا بالكم، خدوا بالكم، لان اللي باقي مش كتير. انت دلوقتي ما بقاش عندك رفاهيه ان انت تضيع نقاط او ان انت تتعادل، لا، انت كل ماتش تلعبه انت محتاج ان انت تكسب، محتاج ان انت تاخد 3 نقاط، محتاجين لعب اكتر، مجهود اكتر، مش عايزين بقى يعني ما فيش مجال بقى ولا ان انت تبقى واثق زياده عن اللزوم. لا طبعا لازم تبقى واثق، بس ما تثقش لدرجه الغرور، لكن تبقى واثق انك انت قادر تحقق في المباراه دي المكسب، قادر انك انت تاخد ال3 نقاط. مباراه انبي خلاص راحت، لكن محتاجين اللي جاي يبقى احسن بكتير. ليه بقى؟ لو جينا فكرنا كده او بصينا على الجدول، انت ما بقاش عندك اي مباراه سهله خلاص، يعني تقريبا كل السهل عدى، كل المباريات اللي جايه صعبه جدا، المنافسه بقت شرسه جدا جدا جدا. منافسة للدوري هذا الموسم بين 3 أو 3 بيتنافسوا على الدرع. طبعا الزمالك في الأول ب 41 نقطة، بيراميدز الوصيف 38 نقطة وبالمناسبة وعنده ماتش مؤجل، والأهلي الثالث ب 32 نقطة وعنده 4 مؤجلات. فأنت محتاج إنك أنت لا تزيد بقى، وإن أنت تفضل في الصدارة وتفضل ماشي على كده، مش محتاج الفترة الجاية إن أنت شباكك تهتز تماما. مفيش أخطاء يعني
محتاجين ان هي تحصل تاني. ولكن في ماتش انبي لا كان في شويه اخطاء، والماتش ده خلاك تشوف ان في لعيبه مستواهم تراجع، وتيجي تشوف كده لا هو بالنسبه لينا كلنا هي واضحه جدا تراجع، وبصوره كمان ملفته جدا. في الحاله دي لازم يبقى في وقفه مع النفس من كل لاعب، لازم مستر فريرا يبدا ان هو يراجع حساباته، ويبدا ان هو يدي او يمنح فرص للاعبين، وما يبقاش في مكان محجوز باسم اي لاعب. لكن انا مش عايزه دايما يعني او ببقى بقول مثلا كلام سلبي، قادرين ان شاء الله ان احنا نتخطى، هي مباراه واحده وان شاء الله قادرين نعوض في الباقي. لكن في جانب الحقيقه كويس جدا يدعو للتفاؤل، ان هو نفس السيناريو اللي انا وانتوا بنشوفه دلوقتي هو بالظبط اللي حصل الموسم اللي فات، والحمد لله وقتها قدرت لعبتنا ان هي تعدي العقبات وانهوا الحمد لله الدوري وحصدوا الدرع وحصلنا كمان على اللقب. هم نفس اللعيبه اللي عملوا ده، هم نفس اللعيبه اللي دلوقتي بيدافعوا عن لقب بطل الدوري هذا الموسم. لازم يكون في قناعه تامه ان الزمالك بيلعب بس على اللقب، احنا ما عندناش اي رفاهيات غير ان احنا بنقاتل وبنحارب عشان نحصل على اللقب. والحقيقه ان في دعم كبير جدا من الاداره، من الجماهير، من الاعلام للفريق طول الوقت، وبالذات الجماهير، لان انتوا كمان شفتوا رجعوا لي الفيديوهات بعد مباراه انبي والجمهور بيحيي فريرا واللعيبه، لما فريرا اخذ اللعيبه وراح للجماهير، الجماهير بالعكس قاعده تحيي فريرا وتشيد باللعيبه، ففي دعم من كل الجهات. طيب في حاجه كمان دلوقتي عايزين نتكلم عليها، وهي لقاء الزمالك اللي جاي مع طلائع الجيش ضمن الجوله ال 19. قلت لكم من شويه ان خلاص ما بقاش عندنا رفاهيات، كل اللي جاي صعب، ولازم احنا نبقى مدركين بالمناسبه ان اللي جاي ده مش سهل، واللي جاي صعب جدا، وكل المباريات اللي جايه صعبه جدا جدا جدا. الطلائع في الوقت الحالي ماشي بشكل مميز جدا، نتائجه اتحسنت كتير مع مدربه طارق العشري، تعادل مع الجونه في الجوله الماضيه مع البنك تقريبا 1-1، وله تعادل من ايام مع الاهلي 0-0، وعنده الحقيقه منظومه دفاعيه كويسه جدا جدا جدا، بيقدروا ان هم يجيدوا اللعب تحت الضغط. بالاضافه بقى لكل ده ان هو فريق طلائع الجيش عنده عناصر فرديه مميزه جدا، عندهم احمد سمير صانع الالعاب وهداف الفريق كمان بالمناسبه، عندهم مهند لاشين محور الارتكاز ورماده ميزان الفريق، عندهم محمد بسام حارس المرمى، وعندهم فيكتوري راس الحربه الخطير. الحقيقه ان الطلائع لعب 18 مباراه حتى الان، فاز في 5 مباريات، تعادل 8 مرات، وخسر 5 لقاءات. طيب ال 18 مباراه اللي هو لعبهم دول حصد من خلالهم على 23 نقطه، يعني هو دلوقتي نقدر نقول ان هو في وسط الجدول، وقدامه فرصه بالمناسبه ان هو يتقدم للمركز الخامس او السادس على الاقل. طيب انا ليه بقول الارقام دي كلها؟ لان الارقام دي كلها بتقول ان المباراه مش هتبقى سهله، لا اللي جاي صعب والمباراه هتبقى صعبه، ولكننا بننتظر الزمالك امام الطلائع. كل اللي بنتمناه ان المباراه دي تكون هي البوابه لعوده الزمالك للانتصارات مره اخرى، ونحن يا رب نحافظ على صداره جدول ترتيب الدوري الممتاز، خاصه زي ما قلت لكم ان المنافسه صعبه جدا بين الزمالك بيراميدز الاهلي. طيب تعالوا دلوقتي نطلع نشوف تقرير عن لاعبي الزمالك المعارين، ونرجع ونبدا اخبارنا. لا صوت يعلو على تألق نجوم الزمالك المعارين لأندية أخرى، وكتبت الجولة 18 تألق لافت للعديد من اللاعبين الواعدين ممن أعارتهم الإدارة لاكتساب الخبرات والمشاركة في المباريات. وفي الجولة 18 لفت الأنظار بشدة مروان حمدي رأس الحربة المميز الذي يقدم أفضل مواسمه في بطولة الدوري، وتألق مع سموحة في درب الإسكندرية الكبير أمام الاتحاد، وسجل مروان هدفين جميلين وساهم في فوز فريقه بخمسة أهداف لهدفين. مروان رفع رصيده إلى 8 أهداف، يحتل بها المركز الثالث في لائحة الهدافين، وهو أكثر مهاجم مصري تسجيلا للأهداف في الموسم، وباتت عودته للأبيض من الإضافات التي تنتظرها الجماهير. وفي نفس المباراة تألق لاعب زملكاوي آخر من المعارين، وهو الوجه الصاعد
حمدي علاء، رمانة ميزان سموحة والذي كان من أهم نجوم المواجهة وساهم في الفوز الكبير بالدربي، ومن المتألقين في الجولة 18 يلمع محمد صبحي حارس مرمى فاركو والمنتخب الواعد، تصدى لأكثر من فرصة منها ركلة جزاء لفيوتشر وقاد فريقه لفوز غالي بهدف مقابل لا شيء، واستحق لقب حارس الجولة 18 في الدوري بلا منازع. ونفس المباراة شهدت ظهور رائع لمحمود جنش حارس مرمى فيوتشر وعمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن، وكلاهما من المعارين لنهاية الموسم، وترهن جماهير الزمالك في المستقبل على عودة المعارين للفريق وتقديم إضافة قوية في كل الخطوط بعد اكتساب المزيد من الخبرات وانتظام المشاركة في المباريات. نبدأ أخبارنا من عند فريقنا اللي استأنف تدريباته الجماعية واللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء. تدريبات شهدت مجموعة من التمارين التأهيلية والاستشفاء بعد مباراة إنبي الأخيرة. طبعا الفريق كان حصل على راحة من التدريبات الجماعية امبارح بعد مواجهة إنبي مباشرة. فريلا النهاردة اتكلم مع اللعيبة على هامش المران الجماعي بخصوص غلق ملف مباراة إنبي بشكل كامل وتام والتركيز فقط على العودة سريعا والفوز في مواجهة طلائع الجيش للاستمرار على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري. فريلا كمان أكد على اللعيبة على ثقته الكبيرة في استعادة الانتصارات سريعا والفوز على الطلائع بشرط التركيز وبذل أقصى مجهود ممكن خلال الفترة اللي جاية. طبعا فريقنا هيواجه طلائع الجيش يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن مواجهات الجولة 19 من بطولة الدوري. فريرا حرص على عقد مجموعة من الجلسات مع عدد كبير من اللاعبين خلال التدريبات النهاردة وتم التركيز على تصحيح كل الأخطاء اللي ظهرت في مباراة إنبي الأخيرة. فريرا كمان شرح العديد من المواقف الدفاعية اللي ظهرت فيها أخطاء وكان حريص على تطبيق الشرح بشكل عملي في الملعب، وده بصراحة اللي احنا كنا منتظرينه من الجهاز الفني ان هو يلحق يلم بسرعة جدا اللعيبة ويصحح الأخطاء ونرجع تاني ليه سلسلة الانتصارات، خصوصا ان المنافسة قريبة على بطولة الدوري واحنا بإذن الله قادرين على تحقيق اللقب هذا الموسم. أجرى صباح اليوم الخميس عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك مواليد 2003 جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز العلمية المتخصصة بمدينة دبي الإماراتية، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق والمتواجد بصحبة اللاعب بدولة الإمارات إن اللاعب بحالة صحية طيبة وإن الجراحات كانت عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة المنظار الخارجي الجراحي. الدكتور أكد كمان إن اللاعب بإذن الله هيخضع للبرنامج العلاجي على مراحل حتى الوصول لمرحلة التعافي، وإن الأهم حاليا هو المرحلة الأولى ما بعد إجراء العملية، وحرصت إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وإدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى المشرف العام على التواصل بشكل مستمر مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول ومحمد عبد الرحيم ميشو إداري الفريق من أجل الإطمئنان على اللاعب حتى إجراء العملية بنجاح. طبعا نقول الحمد لله على السلامة عبد الله وإن شاء الله يا رب ترجع سريعا وفي أقرب وقت للملاعب مرة تانية. وطبعا مجهود كبير جدا وحرص من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار على خضوع اللاعب للجراحة في أفضل مكان ممكن باعتباره كمان واحد من أهم اللعيبة اللي هيمثلوا مستقبل نادي الزمالك إن شاء الله. طيب معانا دلوقتي تليفون من كابتن أحمد صالح المدرب العام لنادي سموحة. مساء الخير يا كابتن. خير يا سماء ومساء الخير على كل الساده المشاهدين والزملكاويه بالاخص. بشكرك جدا، طبعا عايزه يعني ابارك لك على الفوز امبارح على الاتحاد السكندري بخماسيه. والله بقول الحمد لله، الله يبارك فيك، كان مباراه كويسه ومباراه فيها اداء ونتيجه، يعني الحمد لله بفضل الله. كنت لسه هكلمك، يعني النتيجه كبيره والاداء كان كمان كبير جدا معاها. ده الشيء الكويس، الكابتن عبد الحميد بسمي ذاكر كويس فريق الاتحاد، نقاط القوه والضعف، اشتغل بشكل كويس طول الاسبوع،
هو وجهازه الفني. اعتقد كمان ادى ثقه كبيره جدا جدا للعيبه، مش عامل عليهم ضغوط نفسيه. لو حد ضيع فرصه او عمل خطا في الملعب ما بيضغطش عليهم نفسيا، لا بيديهم دفعه دايما ان انت تحاول مره ثانيه. اعتقد ان هو اشتغل بشكل كويس هو والجهاز، واعتقد النتيجه كانت باينه في على ارض الملعب، يعني ان النتيجه وكمان احنا ضيعنا مع فريق كبير جدا جدا زي فريق الاتحاد الكداري ومعاه مدرب كبير كابتن عماد، لكن هي دي الكوره، ممكن تكسب ماتش وتخسر ماتش وتتعادل. فاعتقد ان احنا كنا الافضل، نتمنى ان احنا نمشي على كده الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني ايه ابرز كمان، عايز اعرف ايه ابرز النقاط اللي انتوا بتتكلموا عليها مع اللعيبه علشان تقدروا كمان تحققوا النتائج دي، وزي ما انت قلت دلوقتي انتوا خلاص يعني بتنافسوا دلوقتي بشراسه كمان على الدوري. لا احنا مباراه الاتحاد خصوصا يعني كان الدور الاول 4-1 لسموحه، والاتحاد اتعادل في اخر ثواني بقت 4-4، فان الاتحاد بيرجع بشكل كبير عنده مبلول وراس حربه خطير جدا جدا مهم جدا جدا في الدوري. يعني هو ابوكا بتاع الانبي يمكن افضل اثنين راس حربه حاليا في الافارقه في الدوري يعني. فكنا عاملين حساب ان 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 الاتحاد ممكن يرجع تاني، فكنا قلقانين جدا الشوط الثاني وبنشتغل بحرص. اللعيبه كلها كانت خايفه جدا على الثلاثه بونت وبيشتغلوا باداء قوي جدا. اخر ثانيه اللعيبه بتهاجم وتدافع قوي جدا وبيشتغلوا بشكل كبير. فبقول الحمد لله ان اللعيبه كانت مركزه وكانوا شغالين على الثلاثه بونت لان طموحهم كبير، واحنا كمان طموحنا يعني كبير جدا السنه دي ان شاء الله. يعني كابتن احمد عندكم برضو ماتش مهم جدا مع المصري، يعني قول لنا بقى يعني تحذيراتكم من الماتش ده، هتتكلموا مع اللعيبه في ايه، هتاخدوا احتياطاتكم في ايه كمان في ماتش المصري؟ المصري فريق يعني عنده بعض المشاكل كل شويه، في حاجه يعني في الفتره اللي فاتت تقريبا ماديه او بعض اللعيبه في وقف وفي حاجات كده في عندهم، فرجعوا لهم نفسهم الفتره الاخيره تاني. واحنا كمان يعني اهم حاجه عندنا ان احنا نشتغل على فرقتنا الاول. كمان مجلس الاداره موفر كل الدعم للعيبه وللجهاز وشغالين بشكل كويس جدا، وكمان مع اللعيبه في كل وقت. الماتش اللي فاكره في التمرين معانا وفي الماتش نفسه معانا، ودخلوا اللعيبه بعد الماتش كمان دخلوهم. فالناس كلها دلوقتي متكاتفه وكلهم على الف راجل واحد في واحد. فاعتقد ان انت بتحضري للماتش من بكره، التمرين بتاعنا بكره الساعه 4 ان شاء الله. هنتكلم بقى في المستوى العملي في الملعب، بيبقى في محاضره كده من كابتن عبد الحميد، واحنا كمان كجهاز بنجتمع كل واحد بياخد الجزء الشغل بتاعه بنشتغل عليه عملي، وبعد كده كابتن بيشتغل بيتكلم بقى نظره في المحاضرات. يعني كل التوفيق ليكم يا رب، بس ما ينفعش تبقى معايا كابتن وما اسالكش عن الزمالك ورايك ايه في يعني المباريات الاخيره، يعني مش لازم بس بصراحه نحكم على مباراه انبي، لكن احنا برضو يعني كنا عاملين اداء رائع جدا خلال شهر رمضان المبارك. نادي الزمالك مشي في رمضان كويس جدا جدا، واداء ونتائج بياخد اللقطات كلها اللي كان بيشتغل فيها. انبي عمل مباراه كبيره، كابتن حلمي عمل مباراه كبيره جدا جدا، ابوكا فرود كبير جدا جدا، راجل كان عنده يعني خلفيه شد في الخلفيه وبيكمل وجاب جون وهو تعبان، لا فرود كويس جدا، كان عندهم روح اعلى من نادي الزمالك في المباراه دي بصراحه. يعني انبي كان افضل في حته الروح والالتحامات، كان انبي كان افضل مننا. لكن الزمالك ممكن يبقى فيه يوم مش يوم يعني، فاعتقد نادي الزمالك ما كانش يوم المباراه دي، ان شاء الله يعوض في المباراه اللي جايه. نادي الزمالك نادي كبير، مش هيفرق ان هو يخسر مباراه او يتعادل مباراه، دايما اللي بيبص على الدوري او بياخد الدوري ده بيرمي خلاص الاخطاء بتاعته وبيعمل تاني، بيشتغل تاني من بعد الماتش على طول، اول يوم تمرين بيشتغل تاني ان انا اخد الثلاثه بونت ويرجع تاني، لان نادي الزمالك نادي كبير فاكيد هيرجع تاني بسرعه طبعا. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن وكل التوفيق ليك يا رب مع نادي سموحه، بشكرك جدا جدا جدا. كده نكون خلصنا اخبار نادينا، تعالوا دلوقتي نروح لمجموعه من الاخبار المتنوعه. استجاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر امام غينيا واثيوبيا في الجولتين الاولى والثانيه للمجموعه الرابعه بالتصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2023، وبناء على طلب الاتحاد المصري قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الاولى والثانيه للمجموعه الرابعه بالتصفيات الافريقيه، وتقرر اقامه مباراتي منتخب مصر امام غينيا واثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما هو كان مقرر. ورفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف
إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أي ملعب في إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك. وأوضح مسؤول اتحاد الكرة أنهم خاطبوا الكاف للتأكيد على أن ملاعب إثيوبيا غير معتمدة دوليا، وأرسل الكاف لجنة للتفتيش وتأكد من الأمر قبل أن يرفض إقامة المباراة في إثيوبيا رسميا. عقد إسلام عادل مدير الكرة بنادي المقصة جلسة مع لاعبي الفريق الفيومي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من أجل تحسين موقف المقصة في جدول الدوري بعدما تراجع للمركز المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الثانية، وطالب عادل لاعبي المقصة بضرورة بذل الجهد والظهور بشكل مختلف في مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري عما كان عليه الحال في الدور الأول، والذي شهد نزيف نقاط كبير في الموسم الحالي وبات موقفه صعب في المسابقة والمنافسة على البقاء بدوري الأضواء في الموسم المقبل. ويتلقى فريق المقصة الهزيمة من نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره بالدور الثاني لبطولة الدوري. ويخوض فريق المقصة في السادسة مساء النهاردة الخميس مباراة ودية ضد طلائع الجيش لتجهيز اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون بصفة مستمرة في مباريات الدوري. دعا نادي ليفربول الإنجليزي جماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة للنجم المصري محمد صلاح ضاحكا، وكتب الفريق الإنجليزي على الصورة: بالتأكيد سيصبح يومكم جميل سعيد ورائع بعد هذه الابتسامة. صلاح بيواصل صدرته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية النسخة الحالية من المسابقة. ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول أمام فريقه السابق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 14 مايو الجاري على ملعب ويمبلي. تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان قائمة مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية لأعلى الرياضيين دخلا في العالم، وبلغ دخل ميسي وفقا للمجلة الأمريكية 130 مليون دولار من بينها 55 مليونا مكافآت خلال فترة 12 شهرا المنتهية في أول مايو 2022. ويتقدم ميسي في قائمة هذا العام على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس صاحب المركز الثاني، حيث وصل دخله لي 121 مليون دولار، بينما جاء كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في المركز الثالث بدخل بلغت قيمته 115 مليون دولار. فاز النجم البرتغالي رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر إبريل الماضي للموسم الحالي 2022. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين عن تتويج رونالدو بجائزة لاعب الشهر، حيث سجل 5 أهداف خلال 360 دقيقة شارك فيها مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الموسم الجاري 2022. انطلقت اليوم الجولة العالمية للنسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم في دبي بمشاركة الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس والنجم السابق لمنتخب البرازيل كاكا، وذلك قبل نحو 6 أشهر من انطلاق منافسات مونديال 2022 في قطر في 21 نوفمبر. وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن الجولة ستقود الكأس الأصلية للبطولة لزيارة 51 دولة حول العالم كإحدى الخطوات نحو تحقيق هدفه المتمثل في زيارة كل الاتحادات الأعضاء ل 211 مع حلول عام 2030. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم إن رحلة هذه السنة ستكون هي الأولى من نوعها التي تزور فيها الكأس بلدان المنتخبات الـ 32 المتأهلة لكأس العالم، وستنتهي الجولة في قطر التي ستستضيف البطولة أواخر العام. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة ليس لديه مانع في التخلي عن خدمات لاعب خط وسط الفريق الهولندي فرانك ديونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة لن يقبل بأقل من
100 مليون يورو للتنازل عن خدمات ديونج لأي فريق يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات، وذلك بعد أن تحدثت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام الماضية عن وجود رغبة قوية داخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب ديونج نجم فريق برشلونة بعدما أعلن المدير الفني الجديد للشياطين الحمر حاجته إليه. تكون خلصت اخبار نادينا الزمالك، وكمان خلصت اخبارنا المتنوعه وكمان اخبار العالميه. خلونا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع نستقبل ضيفنا الناقد الرياضي استاذ ايهاب شعبان. انتهت الجوله 18 من عمر الدوري، افتتاحيه الدور الثاني للمسابقه، 8 مباريات تمت فيما تاجلت مباراه واحده، 23 هدفا وكراسي موسيقية ومفاجآت بالجملة. في الجولة 18 تابعنا مفاجآت مدوية مثل فوز إنبي على الزمالك بهدفي علي فوزي وإيبوكا، وفوز مدوي وكبير لسموحة على الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين. في مباراة تألق خلالها مروان حمدي وعبد الكبير الوادي وسجل معا أربعة أهداف، وفوز ثالث في مفاجأة كبيرة لفاركو على فيوتشر بهدف رزقي حمرون، وفاز سيراميكا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز بيراميدز على المقصة بهدفين للا شيء. وكتبت الجولة 18 تعادلات مثيرة للمحلة مع المصري بهدف مقابل هدف، تقدم إلياس الجلاصي للمصري وتعادل أحمد غنيم للمحلة، وتعادل الطلائع مع البنك بهدف مقابل هدف، تقدم أحمد سمير للطلائع ورد محمد هلال بالتعادل للبنك، وتعادل إيسترن كامباني مع المقاولون بهدف مقابل هدف، تقدم مامادو نياس للمقاولون ورد أحمد أمين أوفا بالتعادل لإيسترن كامباني، وضربت الكراسي الموسيقية جدول الترتيب، فالزمالك احتفظ بالقمة ب 41 نقطة، وتقدم بيراميدز خطوة في سباق المنافسة ورفع رصيده إلى 38 نقطة، وعاد سموحة للمربع الذهبي ورفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما تراجع فيوتشر للمركز الخامس ب 28 نقطة، وفي صراع المؤخرة تراجع مصر المقصة للمركز الأخير بعشر نقاط، فيما تقدم إيسترن كامباني للمركز قبل الأخير ب 11 نقطة، ونجح أحمد سامي مدرب سيراميكا الجديد في تدشين بداية نارية له بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونفس الأمر عبد الحميد بسيوني ابن الزمالك والذي فاز مع سموحة على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين. ورجعنا لكم مرة تانية بنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي أستاذ إيهاب شعبان. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. أهلا بيك. منور الداني. كل سنة وحضرتك طيب. سعيد إن أنا موجود معاك النهاردة إن شاء الله. أنا أسعد. نبدأ كلامنا من الجولة الـ 18 وبداية الجولة 19، ولا نبدأ كلامنا من إنبي؟ أه متصعب. أه. اللي زعل. اللي زعل. طب نبدأ من مباراة إنبي، وشايف إيه السلبيات اللي ظهرت في المباراة دي؟ هي طبعا نتيجة طبعا مخيبة لأمال الزمالك، ولا تليق بمكانته باستعداداته بفريقه بنجومه. الزمالك مفترض كان يظهر بشكل أفضل من كده بكتير، يعني ما عندوش حاجة، اللعيبة ما عندهاش سبب إنها تظهر بمستوى غير جيد. عندها وقت راحة، ما بتشاركش في بطولات خارجية، في وقت في التمرين، معهم مدرب كويس جدا البروفيسور فييرا، كل الظروف متاحة، الإدارة واقفة جنبهم، يعني أنا مش شايف أي خلل يخلي الكيرف الفني لفريق الكورة يتراجع، يعني في خطأ. طبعا السلبيات تلبيات كتير يعني، بس احنا عايزين بس نقول للعيبة، لعيبة الزمالك اتفرجوا على نفسكم، يعني لما تتفرج على نفسك هتعرف أخطائك وتقدر تصلحها بنفسك، مش المدرب اللي يقولها لك، انت المفروض حاسس بده. طبعا الاخطاء زي ما حضرتك بتقول، هي السلبيات اهمها على الاطلاق هي الاداء الدفاعي. في خلل واضح جدا، مش في المباراه دي على فكره، المباراه اللي قبلها واللي قبلها ومن اول الموسم. واضح انه الاربعه اللي كانوا السنه اللي فاتت سبب رئيسي في فوز الزمالك بالدوري الممتاز ما هماش في حالتهم الطبيعيه.
دليل على كده اقدر اقول لك يعني سريعا انه الزمالك حتى هذه اللحظه دخل في 18 هدف، احنا لسه في الاسبوع ال 18 او السنه اللي فاتت انت خدت الزمالك خد الدوري ودخل فيه 21 هدف فقط في واحد في 34 مباراه، تخيلي النسبه. الثلاثه المهمين اللي تسببوا او كانوا من المحاور الاساسيه لفوز الزمالك بالدوري الممتاز السنه اللي فاتت كان الونش، طارق حامد، اشرف بن شرقي، الثلاثه دول كانوا الاعمده الاساسيه، مع طبعا اوباما كان ممتاز في وقتها، اللعيبه الفريق كله ابو جبل الفريق كله كان كويس في السنه اللي فاتت، لكن الثلاثه دول ادائهم محوري طبعا ممتاز، هم تقريبا اشرف بن شرقي جاب اغلب الاهداف، الونش كان احسن لاعب في مصر، الونش كان احسن لاعب في مصر لدرجه انه لعب في الاولمبياد، يعني دليل ان هو كان في حاله عاليه قوي. طارق حامد غاب فتره طويله ورجع، لسه ما رجعش طارق حامد اللي احنا عارفينه، وبالتلاته دول هم الاعمده الاساسيه المهمه جدا في اداء نادي الزمالك، للاسف المستوى بتاعهم مش على اللي احنا متوقعينه منهم يعني، وبالتالي النتائج بنادي الزمالك، الزمالك بيكتب باسمه بفارق خبرات بفارق اداء مهاري، ولكن مش في اداء جماعي اللي احنا متصورينه، مدرسه الفن والهندسه ما اتفتحتش لغايه دلوقتي. ما هم نفس اللعيبه بتوع الموسم اللي فات، هم نفس اللعيبه بتوع الموسم ده، وهم نفس اللعيبه الموسم اللي فات يعني قلب الدنيا عشان ناخد الدوري، هم نفس اللعيبه، هم نفس اللعيبه، بس مش هم نفس المستوى، ما هو اللاعب بيوصل يعني المستوى الفني بتاعه بيطلع وينزل يطلع وينزل، هو نازل فتره طويله يعني، المفروض ان هم، انا لا اتهم احد خالص سواء الثلاثه دول او غيرهم طبعا باي تقصير، لا انا عارفه ان حضرتك بتتكلم عن في اي تقصير، وطبعا يعني كلهم لهم تقل التقدير والاحترام، احنا ما بنتكلمش بشكل شخصي، هو الاداء الجماعي اصلا للفريق مش منظم، طبعا ده نتيجه عدم الاستقرار في الفريق من بدايه الموسم لغايه دلوقتي، كل شويه تغيير في اداء، الغيابات كتير، انذارات كتير، يعني لو تلاحظي الانذارات السنه دي برضه عند الزمالك كتير، وده ما كانش موجود السنه اللي فاتت، ده دليل ان في مشكله، الفريرة محتاج وقت، طبعا القايمه يعني هي دي المتاحه، فبالتالي احنا بنلعب على القدر ده. الفارق هو ان الاداء الفني للعيبه مش في افضل حالاته. طب مش يمكن ان فكره ايقاف التعاقدات برضو ده مؤثر شويه كمان علينا؟ اكيد هو مؤثر، بس انا عايز اسال سؤال، مين افضل من لعيبه الزمالك في دلوقتي في اي نادي؟ هنكمل لسه كلامنا عن مباراه رائع الجيش، ولكن هنروح لفاصل قصير ونرجع نستكمل كلامنا مع الناقد الرياضي استاذ ايهاب شعبان. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع ضيفنا الناقد الرياضي استاذ ايهاب شعبان. عايز اخدك بقى كمان لابو جبل. ابو جبل برضو من يعني اللعيبه اللي مستواهم تراجع خلال الفتره الاخيره، كلمني اكتر عن ابو جبل وكمان مشاركته في طلائع الجيش، ام يكون هناك بديل اخر؟ بص، هو ابو جبل حارس مرمى ممتاز ومتميز اصلا، ومش محتاج ان احنا نقول هو حارس جيد ولا مش جيد، لا هو طبعا جيد، لكن هو زيه زي بقيه الفرقه كلها على بعض مش موفق او مش في افضل حالاته، ومحتاجين يشتغلوا اكتر، زي ما بقول لك مش زي ما قلت لك في اللعيبه لازم اللي في الملعب وحارس المرمى طبيعي محتاج شغل اكتر. طبعا كابتن ايمن طاهر واضح انه يعني اكيد متابع وعارف ابو جبل محتاج اكتر من كده، هو مصلحه الفريق انه هو يرتاح ويكون موجود محمد عواد دلوقتي، لان محمد عواد برضه حارس على اعلى مستوى، برضه حارس كبير، وكان له دور الفتره اللي فاتت برضه في بدايه الدوري وفي المباريات اللي قبل كده، لكن انا عايز اقول يعني صح انه عواد يستمر ينزل، لكن انا عايز ابو جبل يشد حيله شويه، لانه الفتره الجايه هي فتره اختيار قائمه المنتخب، وهو المفترض واحد مهم من اعضاء المنتخب عندنا،
ولو فرصه انه في الثلاث اربع ايام دول يشد حلو شويه ويشوف اخطائه بقى ويدود الجرعه شويه. اتمنى ان ابو جبل يستمر، انه هو الحدث الدولي اللي احنا محتاجينه. واعتقد لما بيكون في حالته يبقى افضل، لكن المدرب هو الادرى من افضل الوقت. هل ابو جبل عنده مشكله؟ لا، لكن استمرار ابو جبل بالمنظر ده اعتقد صعب شويه. يعني انت مع لازم يرتاح ماتش او اثنين لغايه ما يستعيد نعيد مستواه ان شاء الله، يعني يا رب ان شاء الله. طيب لو هنتكلم عن تشكيل فريق الامل، وهل ممكن نشوف من فريق الامل ناس تشارك او لعيبه تشارك في الدوري ان شاء الله؟ شوفي، هو الامل موجود، لكن هو انا عايز اقول لك اللعيب الكويس بيظهر عنده 17 18 سنه 19 سنه وبيلعب فريق الاول. فريق الامل ده تشكيله فايدته انه فايده للاعب نفسه مش فايده للنادي، لكن بمعنى انه افضل العناصر الموجوده بتتشكل، ويجي المدير الفني فيريرا والجهاز الفني يتابعوا ويشوفوا مين افضل العناصر الموجوده ممكن يضمهم يعني، واللي مش موجود بيحسن مستواه بيتم اعارته او بيباع يعني. لكن في تخميني الشخصي، انا مش عايز اكون رؤيتي او نظرتي سيئه او سودة يعني زي ما بيقولوا، لانه انا كاس الرابطه كانت هي المقياس بالنسبه لي. انا يعني انا في اربع خمس لعيبه ما عجبونيش، لكن اتمنى اعتقد ان في لعيبه حلوه قوي انا شفتها في ناشئين الزمالك 17 و18 سنه موجودين، اعتقد دول قدامهم وقت، بس اتمنى ان هم فعلا ياخدوا فرصه مع الفريق الاول، بس مش دلوقتي بقى لما احنا في مرحله في الدوري النقطة لها ثمن، فما ينفعش ان احنا ندفع بحد او نجازف في الفترة دي. هو النهارده ظهر سيد نيمار، فبالتالي ده من فريق الامل. في اكتر من لاعب، مش فاكر اسمائهم، في لعيب اسمه ماجد، لعيب ممتاز ده، في لعيبه ممتاز، كان في لعيب كنت اتمنى انه هو يكون موجود وبيلعب، ان هو النهارده لو ما اتكلمتش عليه في الاخبار، عبد الله محمد. عبد الله محمد ده انا سمعت من الكابتن محمود جابر المدير الفني المنتخب الشباب انه حازم امام الثاني، حازم امام كبير وانه لعيب على اعلى مستوى. انا بشكر مجلس اداره نادي الزمالك ومستشار مرتضى منصور انه اهتم باللاعب ده بالذات، لانه هو ده لعيب جوهره حسب ما سمعت وشفته كذا مباراه، واكد عليه محمود جابر المدير الفني المنتخب الشباب انه ده جوهره طالعه في نادي الزمالك والمصر. فده في لعيبه احنا بنتفرج عليها في الناشئين، وقطاع الناشئين عارف اللعيب ده هيكمل، اللعيب ده مش هيكمل، اللعيب ده ممكن يوصل للحته دي، اللعيب ده مش هيعلى، مش محتاجه في منتخب فريق امل، لكن عموما في فايده يعني من وجود الفريق ده يعني. يا رب ان شاء الله. راح بيك بقى على اول سؤال سالته ليك اللي هو الجوله ال 18 من مسابقه الدوري، شايفها ازاي؟ شايف المنافسه ازاي؟ لا، المنافسة طبعا الزمالك بينافس ما زال طبعا، وفرصته كبيرة يعني، مش بالعكس، الزمالك حقق انتصارات في منتهى الروعة على فرق قوية جدا، وبرضه بيتصدر. المنافسة طبعا مع الأهلي وبيراميدز، بيراميدز فريق خطير جدا. ليه؟ لأن بيراميدز عنده مجموعة من اللاعبين المتميزين الدوليين، ومعاهم مدرب ناجح جدا جونياس، فاعتقد لانه خد ثلاث ماتشات ورا بعض بيكتب اهو. غير كده انه الفريق ده بدا يتفرغ للبطوله المحليه، وبالتالي بدا يركز وهيخش المنافسه، وهو اعتقد 35 نقطه هو حاليا، فقريب من نادي الزمالك. لو كسب الماتشين الجايين هيبقى تقريبا نفس النقط، بس الزمالك يتفوق بفارق الاهداف يعني. الاهلي طبعا عنده ماتشاته، فريق بينافس وعايز يستعيد اللقب، ففي منافسه ثلاثيه السنه دي ان شاء الله. طيب لو هنروح لنادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي خلاص الحمد لله ابتدى الايام اللي فاتت او المباريات اللي فاتت ان هو يفوق وينافس ويكسب كمان ماتشات. تابعت ازاي نادي الاسماعيلي من فتره ما كان عنده كبوات للفتره اللي بيعيشها دلوقتي او الانتصارات اللي بيعيشها دلوقتي؟ انا مبسوط ان انت قلتي كلمه الحمد لله، لانك بتحب الاسماعيلي وانا احب، انا اصلا بحب الانديه الشعبيه. طبعا الاسماعيلي مع حمدك جمال وحسني هيتغير شويه، بس انا عايز اقول حاجه، الاسماعيلي القماش عنده مش الجوده والكواليتي اللي هو المفترض يليق باسم الاسماعيلي. اللعيبه مش
هي اللي يعني نصها كويس قوي والنص التاني محتاج شغل شويه. الاسماعيلي انا مش متصور ان دوري بدون اسماعيلي مثلا، ده مستحيل يعني، مش متخيلها يعني. انه الاسماعيلي يعني المتعه، يعني درويش الكره اللي يعني برازيل مصر، يعني حاجه جميله يعني. اتمنى ان الاسماعيلي يستعيد، لانه الجميل ان حمدي الجمل وحسني عندهم روح وعندهم ولاد البلد وعندهم اصرار وعندهم شخصيه، ولما هيتكلموا عندهم دعم جماهيري. يعني لما تجيبوا مدرب من بره يخش على الاسماعيليه قد يحصل انقسام، لكن محدش يختلف الاسماعيليه على ولاء وحب وانتماء حسني عبد ربه ولا حمدي الجمل، وبالتالي لما يجي يزعق للاعب او بتاع اللاعب هيستحمل، لان في جمهور وراء بيساند الجهاز الفني. واعتقد ان الاسماعيلي مستواه هيتحسن افضل، وان شاء الله هو دلوقتي 14 نقطه، لو كسب الماتش اللي جاي هيبقى 17، هيدخل في منتصف الدوري، محتاج فوطين ثلاثه عشان يدعم نفسه. الموضوع برضه محتاج ثقه، لكل لما بتكتبي النجاح بيولد نجاح والفوز بيولد فوز. الاسماعيلي نروح بقى لمين؟ المصري. يا عيني على المصري. بيعاني الفتره الاخيره والاسماعيلي كمان قدر يكسب النادي المصري. شايف ازاي اللي بيحصل دلوقتي مع النادي المصري ونزيف النقاط؟ المصري طبعا بيعاني من مشاكل اداريه، مشاكله كتير، معاه مدرب ممتاز جدا معين الشعباني، مدرب تونسي ممتاز جدا وفاهم جدا. الاسماعيلي المصري من خروجه من الكونفدراليه بدات المشاكل تكتر عنده. اللعيبه ما كانتش، حصل نوع من التمرد، انا مش عايز اتكلم فيه كتير لانه بداوا يلموا نفسهم. والمحافظ عادل الغضبان محافظ بورسعيد حس بالخطر ودعاهم في اجتماع وقال كلام في منتهى الجمال، انه كلام كبير جدا، انه العبوا عشان تفرحوا الجمهور، العبوا عن نفسه عشان نفسكم، ما تلعبوش عشان فلوس. اللي بالفلوس دي هتيجي، لكن انت بدون اداء ما فيش. المصري عنده لعيبه متميزه، عنده مدرب كويس برضه، علشان هو نادي شعبي وله جماهير اعتقد هيتحسن. بس انا اتمنى انه نظره بقى المصري انه تريحوه ويلعب على بلده او يلعب قريب شويه، مش كل شويه يسافر 3-4 ساعات برج العرب ويرجع. شوفوا له مكان اقرب شويه يا ناس عشان جمهوره يروح له وعشان اللعيبه ترتاح. المصري غريب في بيته، يعني نظرة عزف يا ناس للمصري. يا رب ان شاء الله. طيب نروح بقى لكابتن عبد الحميد بسيوني مع سموحه وفوزه على الاتحاد السكندري. كابتن عبد الحميد طبعا مدرب من افضل المدربين الموجودين في مصر، نجم كبير اثبت وجوده مع طلائع الجيش لما خد معهم كاس سوبر المحلي. أنا زعلان إنه ساب غزل المحلة، لأنه كنت أتمنى إن تجربته تستمر. معرفش هو لغاية دلوقتي ما شرحش هو مشي ليه، لكن بغض النظر إحنا خلاص هو مع سموحة وبيحقق نتائج كويسة. خسر من بيراميدز وبعدين كسب الاتحاد، فجئنا بأداء خرافي، أداء سلس جدا، تنظيم في الملعب ممتاز، لعيبة فايقة، مروان حمدي فايق، عبد الكريم الوادي فايق، الفريق ممتاز جدا. محتاجين ان احنا نشوف دي مباراه سموحه والاتحاد بقى. بسوني احنا محتاجينك بقى تظهر بشكل افضل، علشان احنا عايزين نرشحك لمنتخب مصر بقى وتبقى يعني ضمن، انت مش اقل من ايهاب جلال. نعم. هو طب لو جيت معاك لي سيراميكا مع كابتن احمد سامي وسيراميكا مع كابتن هيثم شعبان، ما الفارق بينهما؟ لا لسه ما نقدرش نقول فرق كبير، هو لسه فرق ماتش. هيثم شعبان مدرب ممتاز، هو اللي هيكون الفرقه دي، وهو اللي عملها اصلا، وهو اللي مختار اللعيبه، وهو اللي صعد بالفرقه، وهو اللي كمل الفرقه وساب الفرقه وجه ضياء السيد وبعدين رجع لهم فحقق معاهم نتائج. لكن هي بتبقى دايما الفرق دي ساعات بتطلع وتنزل، ما فيهاش استقرار، ما فيهاش جماهير، ما فيهاش
دوافع بتخلي اللعيبه تستمر في الاداء العالي بتاعها. اللعيبه ساعات بتريح، لكن عندها لعيبه على اعلى مستوى، حسب مستواهم يعلى يوطى. لكن هو احمد سامي مميز انه عقلاني جدا ومنطقي جدا في تكتيكه، الدفاع والهجوم بينظم فرقته صح، بيقرا اللي قدامه كويس. هو مدرب على اعلى مستوى، بدليل انه كان مرشح انه يمسك المنتخب الاولمبي. يعني سيراميكا فريق فيه لعيب ممتاز، محمد ابراهيم من وقت ابن الزمالك، يعني كان عامل 3 اسيست يعني، وكان فيه 4 و5 بس ما دخلوش، بس هو لعيب ممتاز يعني، والفرقه كلها كويسه يعني. تمام، لو جيت بقى قلت لك شايف بقى دلوقتي المنافسه بقت عامله ازاي على الدوري، وهل في شايف دلوقتي في فرقه فاجئتك؟ يعني في فرقه من الفرق اللي بتنافس على الدوري شايفها مفاجاه بالنسبه ليك الموسم ده؟ طبعا فيوتشر وفاركو عاملين نتائج على اعلى مستوى. انا طبعا دول طالعين من درجه ب، دوري ب، دول طالعين دلوقتي دوري ممتاز، مش عارف ترتيبهم 5 و6 تقريبا، انا حسب فيوتشر الرابع وفاركو السادس. يعني دول طالعين من دوري الدرجه الاولى، يعني حاجه متميزه جدا. طبعا علي ماهر عامل شغل كويس جدا، يعني انا شايفه ان الفرق دي مصروف عليها كويس، لما بتصرفي كويس مع روح مع مدرب بيظهر مستوى جاي. هم دول مفاجاه، لكن بالنسبه لي المفاجاه الحقيقيه ان فريق زي الاسماعيلي مش موجود. يعني فريق زي استرن كومباني المفروض ان هو الشركه دي نمرة 4 على مصر في البورصه، يعني فرقه ناجحه، لكن ما بتصرفش على الفرقه، فبالتالي ما فيش لعيبه مميزه قوي. في 5 6 انا عاجبني في الفريق ده، لكن مش قادرين يستمروا في الدوري الممتاز. هينزلوا درجه اولى وهيطلعوا تاني، لكن ما عندهمش المقدره على الاستمرار يعني. طب لو جيت قلت لك يعني بما انك جبت يعني ان انت في لعيبه عجباك في ايسترن كامباني، شايف مثلا تقول لي كده مين افضل مهاجم في الدوري الموسم ده؟ افضل مهاجم ده طبعا احنا عشان حاضرين مع ماتش انبي، هو عندنا ايبوكا طبعا مميز جدا، في احمد عاطف في فيوتشر لعيب كويس جدا، هداف، لعيب مميز، في عبد الكريم الوادي من احنا شفنا في سموحه اداء في منتهى الجمال يعني، في برضه محمد هلال من البنك الاهلي مميز، في مهاجم الاتحاد السكندري مابولو ده لعيب ممتاز. يعني دول ابرد. غريبه ان هم اغلبهم مش مصريين للاسف. المركز يعني احنا مش لاقيين راس حربه، يمكن مروان حمدي بدا يظهر، بس مروان بيطلع ينزل برضه. احنا عايزين يعني عايزين حد زي جمال عبد الحميد كده، مش لاقيين يعني النجم الهداف الممتع، ما حدش يعني صعب برضه تلاقي حد ماشي على نفس المنوال طول عمره. كل واحد اكيد برضه بيبقى ليه اخفاق اكيد، بس بنتمنى بشويه بيتاثر بالدنيا اللي حواليه، طبيعي يعني ان يحصل شويه اخفاق اكيد. هو بس نتمنى نشوف يعني في مركزين انا يعني مش لاقيهم، يعني مركز صانع الالعاب ومركز راس الحربه. حتى دي اللحظه منتخب مصر بيعاني مين راس الحربه، ان احنا مغمضين نقول هو ده راس حربه مصر، مفيش. مين صانع الالعاب؟ مين بعد حازم امام؟ انا مش مستمتع، مش لاقي يعني، مفيش. احمد حسن بعده مين؟ حسني عبد ربه بعده مين؟ في مش لاقيين حد مميز في الاداء الهجومي اللي صانع اللعب المبدع، صانع اللعب اللي بيصنع وبيعمل اسيست بسهوله، مش لاقي. انا مش لاقي في مصر، عشان كده منتخب مصر بيعاني في المركزين دول بالذات يعني. دي حقيقة. بس طيب نراجع مع بعض ترتيب الدوري. عندنا في الصدارة الزمالك، ثم البيراميدز، ثم الاهلي وسموحة، بعد كده يجي نادي فيوتشر. طيب شايف ان النتيجة الصراع بعد ما كسب امبارح، بعد ما كسب امبارح بقى سموحة هو الرابع. طيب شايف ان ده هيستمر ولا ممكن تحصل بعض التغييرات، خاصة في رقم 4 أو في الرابع، المركز الرابع؟ أكيد طبعا. بصي
مفيش ثبات في الدوري المصري، مفيش فريق بيكسب على طول، مفيش فريق نقول ان هو مرشح لاي حاجه، فبالتالي المراكب بتتغير، في صراع في الفوق وفي صراع تحت وفي صراع في الوسط. المصري ممكن يفوق ليه لا؟ الزمالك اعتقد انه احساسه بالمسؤوليه واللعيبه بالمسؤوليه ومسانده الاداره ان شاء الله هيكمل. بيراميدز زي ما قلت لك عنده لعيبته اتفرغت خلاص، ما بقاش في كونفدراليه خلاص، فبدا فرغ. الاهلي عنده ماتش يوم السبت، يوم السبت، فخلاص هيبدا بعد كده يركز. احنا هنشوف بعد كده دوري اكتر عنفا، والفريق اللي اكتر استقرارا واكتر تركيزا هو اللي هيكون هو التوب، اللي عنده النفس الطويل ان هو ينافس لاخر لحظه. بالظبط بالظبط. الزمالك عنده، لانه الزمالك مرشح ياخد دوري، بالعكس الزمالك رقم واحد لو لعب بالطريق الاسلوب الطبيعي بتاعه، وزي ما انت قلتي دايما الاداء اللي كان بيقدمه في رمضان، لا الزمالك يكسب مرتاح. بالظبط، الزمالك افضل. بس انت برضو لو تلاحظ معايا ان بيراميدز الموسم ده عنده نفس طويل جدا، يعني بينافس دلوقتي كتير جدا، وتلاقيه ما بيخسرش برضو نقاط كتيره. ما بيخسرش، بس ما عندوش الطموح اللي يرضي بيه جمهوره. ما عندوش جمهور. احنا هقول لك حاجه، هو بيراميدز بقاله خمس ست سنين في الدوري، خمس سنين تقريبا، خمس سنين او كده يعني. طيب ما خدش الدوري ليه؟ عنده لعيبه كويسه جدا، احسن لعيبه في مصر عنده، لكن بيلعب بيعمل ماتشات كويسه، وهم بيظهروا بشكل كويس، لكن كفريق شخصية الفريق مش موجود عندهم. بس تحس ان هم برضو الموسم ده لا، عندهم بقى الشخصية، ما بيخسروش نقاط يعني كتيرة. بص حضرتك، مركزين اسهل من ياخد الدوري كان هياخد الكونفدرالية. الكونفدرالية كانت اسهل له، ما قدرش، انه شخصية البطل لسه ناقصة عنده، ومحتاج اللعيبة عندها اصرار، لان انا فهمت ان الادارة في منتهى الغضب بعد صرف الملايين اللي الفترة اللي فاتت في السنين اللي فاتت وعدم تحقيق بطولة حتى دي اللحظة، هتاجع على إدارة النادي تفكر في إجراءات، وبالتالي اللعيبة حاسة بده، فبدأ يحصل عندهم نوع من الجدية مع تفرغهم للدوري الممتاز بعيد عن الكونفدرالية. أداء بيراميدز بيبقى أفضل، هيبقى أكتر قطور، مش هيفرط في نقاطه بسهولة. لكن أنا بقول لك ما عندوش النفس اللي انت بتتكلمي عليه، مش ده الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي حتى. الاهلي او الزمالك هتلاقي انت بتكسبي، عايز تكسبي تاني. يعني الدفع، الجمهور وراكي في ظهرك، اعلام في ظهرك. البيراميدز بيكسب ما عندوش اعلام ولا جمهور وراه. يعني احنا في الاخر هنلاقي منافسه بين زمالك اهلي، الزمالك وبيراميدز. انا ما استبعدوش، ما استبعدتوش. لا لا، ما هو موجود بس ما يقدرش يحصل على بتشوف انه ما يقدرش يحصل على اللقب. لا انا اسف في الكلمه دي، لا يقدر، لكن الفرص اكبر او الدوافع اكبر. يعني زي ما هقول لحضرتك ايه، سرعه القطر بتاعه الاهلي والزمالك اسرع من سرعه بيراميدز، لكن بيراميدز ممكن يوصل ان شاء الله احنا اللي نوصل. طيب خلينا دلوقتي نروح ناخد اجابات حضراتكم على موضوع حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان موضوع حلقتنا عن اهميه تحقيق الزمالك الفوز في مباراه طلائع الجيش. نروح لآية حسن. مساء الخير يا مها، فوزنا في مباراه الطلائع مهم جدا، ومش بس مباراه الطلائع، كل المباريات اللي جايه لا بديل عن الفوز، الحفاظ على الصداره وايضا الحفاظ على الدوري. الفوز هيرجع الثقه تاني، وانه مباراه انبي كانت كبوه ووارد اننا نخسر، والاهم من ده هو معالجه الاخطاء المتكرره خصوصا الدفاعيه، ونبدا من جديد ونراجع حساباتنا، خصوصا بعد لعيبه لازم يراجعوا انفسهم عشان نستمر في المنافسه. نروح لمريم. مساء الخير عليك يا ماما وعلى الكابتن ايهاب، وكالعاده بشكرك جدا يا مريم. طبعا لا بديل للفوز للحفاظ على صداره الدوري واعاده الثقه والعزيمه والاصرار للعيبه من تاني، وبالتوفيق للزمالك ان شاء الله. محمد انور، مساء الخير عليك يا مها، الفوز مهم جدا لمصالحه الجماهير والحفاظ على صداره بطوله الدوري، وبالتوفيق لنادي الزمالك. بشكرك جدا جدا وبشكر حضراتكم دايما. حسين الزملكاوي، مساء الورد عليك يا مها، بشكرك جدا، وتحيه الاستاذ ايهاب، بشكرك
ايضا اتمنى نشوف الشكل المناسب اللي الزمالك عودنا عليه ونشوف الروح والاصرار على المكسب، وان شاء الله الزمالك يفرحنا وننسى الماتش اللي فات ونركز في اللي جاي زملكاوي جميل. بشكركم دايما دايما على تواصلكم معانا استاذ ايهاب، انا بشكرك جدا 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 على وجودك معايا النهارده، نورتني. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.